هل موت العلماء تحذير من الله عز وجل؟ موت العلماء مصيبة، موت العلماء مصيبة. يقول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. في أحد أوجه التفسير قال بعض أهل العلم من التفسير قال موت العلماء، قيل بأن عمر بن الخطاب خطب هذا على المنبر وسأل، فقيل بأن موت العلماء، فموت العلماء ثلمة ومصيبة. ولذلك العلماء هم صمام الأمان لهذه الأمة، فالله عز وجل أنابهم مناب الأنبياء في تبليغ دين الله. إن العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك العلماء يحمون مصادر الدين وموارده عن التكدير وعن التشويه، ولذلك هم يقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله. فذهاب العالم حقيقة يعني يجب أن ينبه الناس إلى خطورة الأمر، لأن العلماء إذا ذهبوا أحدثوا فراغ كبير في الأمة، فالأمة تحتاج إلى العلماء، حاجة الأمة إلى العلماء حاجة لا تنفك أبدا أبدا. ولذلك مر بعض الناس على عالم في مجلس يفتي الناس، هذا يسأله عن الطلاق، وهذا يسأله عن الوضوء، وهذا يسأله عن الزكاة، وهذا يسأله عن البيوع، فقال: هذه مجالس الأنبياء. قل: هذه مجالس الأنبياء. ولذلك من المهم جدا أن يكون للعلماء قيمة عند الناس، وأن ينتبهوا وأن يحذروا. اليوم فقدنا شيخ من المشايخ الأجلة من علماء أهل السنة، الشيخ فلاح مندكار رحمة الله عليه، ومن علماء السنة وعلماء الذين لهم جهود دعوية، وفقدنا قبله العلامة الأثيوبي وهكذا. ولذلك الناس يجب أن يتنبهوا وأن يعرفوا للعلماء قدرهم ومكانتهم، لأن ذهاب العلماء حقيقة يدق جرس الإنذار أن الناس يتخبطون في ظلمات الجهل، ظلمات البدع. فالعالم صمام أمان بإذن الله، ولذلك هو ركيزة أساس في الأمة. أعظم الجهاد جهاد العالم حينما يدافع عن دين الله ويرد الشبهات ويرد الجهالات ويدافع عن القرآن ويدافع عن السنة وينشر العلم هنا وهناك.